إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شاهد من صور خطيبة الفنان أحمد سعد الجديدة ورد فعل سمية الخشاب وريم البارودي بعد خطوبة أحمد سعد والذي أثار الجدل، وأحمد سعد بيرد على سمية برسالة والجمهور يتدخل، وسمية في محكمة الأسرة في قضية النفقة والعدة، وأحمد سعد بيخرج عن صمته ويقول سمية الخشاب قضت على، وسمية ترد بصور لها وهي بالهوت شور. شاهد الفيديو للنهاية لتعرف الحقيقة كاملة. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض خطيبة الفنان أحمد سعد الجديدة. قام الفنان أحمد سعد بنشر صورة لخطيبته الجديدة يوم احتفاله بعيد ميلادها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق على الصورة قائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. حضر الحفل مجموعة من الأصدقاء المقربين بمنزل الفنان أحمد سعد بالقاهرة الجديدة. خطيبة سعد الجديدة هي علياء بسيوني من خارج الوسط الفني، ولديها متجرا لبيع الأزياء المسائية. يذكر أن المطرب أحمد سعد قال إنه يستعد للزواج قريبا خلال هذا العام 2020 عند استضافته بأحد البرامج، قائلا إن شاء الله بإذن الله قريب، مؤكدا أن عروسه الرابعة ستكون خارج الوسط الفني بعدما أعلن فيما سبق عن نيته في عدم الزواج من الوسط الفني مرة أخرى، كما تحدث عن الدعاوى القضائية بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب، وقال إنه يحرص على إرضاء الله ولذلك سيمنحها كل حقوقها. وأضاف أحمد سعد أن سمية الخشاب زوجته السابقة قضت على فكرة الزواج من الوسط الفني، حيث قال قضت على الفكرة وعلى جميع الأفكار. ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب وسط خلافات طويلة تم تداولها على الملأ في وسائل الإعلام بين الطرفين من خلال برنامج شيخ الحارة الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، بعدما أعلن سعد انفصاله عن سمية، وذلك بعد زواج دام حوالي العامين، حيث تزوجها في شهر ديسمبر من عام 2017 بعد انفصال سعد عن الفنانة ريم البارودي، وكان الخبر مفاجئا أيضا للجميع. تسارعت الأحداث وكان للفنانة سمية الخشاب رد فعل قوي، حيث قامت الفنانة سمية الخشاب بنشر مقطع فيديو لها على موقع تيك توك وهي ترقص بشكل ملفت على أغنية بالحلال يا معلم، وعلقت عليها يلا كله يتابعني على التيك توك هبهركم. يذكر أن هذه الأغنية من مسلسل الحلال الذي عرض بموسم رمضان 2017، وظهرت في الفيديو وهي ترتدي عباءة سوداء، وكانت هذه الأغنية قد غنتها مع طليقها السابق أحمد سعد، حيث شاركت الفنانة سمية الخشاب بطولة المسلسل كلا من بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسرى اللوزي وفادي عبد الغني، كان من إخراج أحمد شفيق وقصة سماح الحريري. وإنهالت التعليقات السيئة التي انتقد فيها مشاهدي الفيديو الفنانة سمية الخشاب في حين أعجب بعضهم بالفيديو. ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب بعد زواج دام لعامين يوم 28 مارس 2019 بشكل استفز الفنانة، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام. من جهة أخرى تقوم النجمة سمية الخشاب حاليا بالمشاركة في مسرحية يا تصيب يا تخيب بطولة أحمد آدم وسامح حسين وحجاج عبد العظيم ومروة عبد المنعم، وهي من تأليف محمد نبوي. حكم ومواعظ أول رد فعل من ريم البارودي بعد خطوبة أحمد سعد وعلياء البسيوني. لم تتطرق الفنانة ريم البارودي طليقة الفنان أحمد سعد لخبر خطبته من علياء البسيوني بشكل مباشر، فعقب تداول أخبار الخطبة تجاهلت الفنانة الأمر على عكس المرة السابقة، وقامت بنشر بعض اللقطات المصورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. ونشرت البارودي عبر خاصية ستوري بعض اللقطات المصورة التي تحمل حكما ومواعظ، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما شاركت صورة أخرى دون عليها ولقد جبرني الله في صحبتي. عاد أحمد سعد ليثير الجدل برسالة جديدة، والجمهور هل يقصد سمية الخشاب؟ من جديد أثار المطرب أحمد سعد الجدل بعد نشره لصورة جديدة له وكتب عليها رسالة غامضة، ما دفع الجمهور للظن بأنه يقصد الفنانة سمية الخشاب، فقد نشر صورة له
عبر حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام، وكتب عليها معلقا: يا سارح في اللي مش سهل، وبايع اللي يستاهل، فوق اللي يخرب بيتك. وكان الفنان أحمد سعد قد دخل في خلافات جديدة مع طريقته الفنانة سمية الخشاب عندما رفع عليها قضية بعد اتهامها بإصدار شيكا له بدون رصيد، وصدر ضده حكما قضائيا بالحبس لمدة 3 سنوات ودفع كفالة 50,000 جنيه لتشتعل الحرب بينهما من جديد. وبعدها أوضح أحمد سعد أن الأزمة التي تواجهها سمية حدثت دون علمه وعن طريق الخطأ، وإنه كان حينها خارج البلاد، ونشر صورة له عبر فيسبوك وكتب عليها قائلا: برغم كل ما أصير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي، وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق، ومهما كانت الخلافات إنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق عليها بنفوس الراضية. وتابع أحمد سعد: إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما على الصحة، ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف. واختتم سعد حديثه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعن القضايا المتعلقة ما بين الفنان أحمد سعد وطليقته السابقة الفنانة سمية الخشاب، أجلت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية نظر دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوة لجلسة التحقيق، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد النواساني رئيس المحكمة. وكانت سمية الخشاب قد أقامت دعوة قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما. وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وإجراءها عملية جراحية نتيجة اعتداءه عليها. ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية، وطالب هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوة وقدم كل منهما المستندات. يشار إلى أن سمية سبق وأن حضرت في جلسة سابقة لمقر محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية لسماع أقوالها. أحمد سعد: سمية الخشاب قضت على فكر الزواج من فنانات، حيث كشف الفنان أحمد سعد عن احتمال زواجه قريبا بعد حالة الجدل الواسعة التي حدثت عقب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب والأسباب التي أدت إلى ذلك. وقال سعد في مقابلة تلفزيونية إنه لن يتزوج مجددا من الوسط الفني، مشير إلى أن ذلك بسبب خلافاته مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، وتابع: قطعنا الموضوع ده، ما بنتجوزش فنانات. سمية الخشاب قضت على الفكرة، قضت على جميع الأفكار. وعن القضايا بينهما أوضح سعد أن كل شخص له حق سيأخذه، وإنه سيعطيها حقها ليس لشخصها، بل لأن هذا شيئا بينه وبين الله. من جانبها قامت الفنانة سمية الخشاب باستعراض رشاقتها المذهلة بعد نشرها صورة لها وهي ترتدي الهوت شورت، وذلك عبر حسابها على موقع الصور الشهير انستجرام. وقد تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن برودة الطقس وارتدت هوت شورت من اللون الأسود وفوقه بلوزة. وعلقت الخشاب على صورتها التي حرصت على التقاطها إلى جانب مجموعة من الورود الحمراء الجميلة قائلة: كوني كالوردة جميلة كأوراقها وقوية كأشواكها. تلك الكلمات التي تأتي بعد فترة شهدت الكثير من الأحداث الساخنة في حياتها الشخصية،